لينيسياتور سي هو رئيس الفيدرالية تاعنا الثانوية يتابع معاه. يا زورو تاك من كده اليوم درنا لاشي تاع 300 حجر من نوع لاغامبرا في منطقة ولاد وانداج بدائرة عين مليلة. ونشكر بزاف ثاني مقاطعة الغابات اللي راهي واقفة معنا في الليل وفي النهار. هذه الطريدة اللي تعتبر الطريدة رقم واحد على مستوى شمال افريقيا، دونك هي الطريدة اللي المطلوبة بكثرة من طرف الصيادين تاع شمال افريقيا بصفة عامة والجزائري بصفة خاصة. دونك هذه المرحلة الثانية بعد التجربة، بعد عدة عمليات طلق تجريبية اللي قمنا بها في عدة ولايات نموذجية، واليوم وبناء على النتائج المحصل عليها عبر كل هذه الولايات، دونك اليوم رانا رايحين للمرحلة الثانية من برنامج تاعنا مركز الصيد في تطوير الحجر المحلي، هو ليهدف إلى عملية الطلق في المخصص تدعيم السلالات الطبيعية للحجر المحلي. هذا من أجل إعادة يعني إعمار بعض المناطق اللي عندنا احنا فرغت شوية من هذا النوع تاع المصيدات، يعني وهذا داخل يعني في النشاطات الصيدية والمحافظة على التنوع يعني تاعنا البيولوجي والأنواع الحيوانية اللي عندنا في الغابة اللي تدخل بها الغابة تاعنا. احنا نتمنى إن شاء الله هذا النشاط هذا يقعد ديما مستمر، والجمعيات وأعضاء المجتمع المدني يعاونونا في الحفاظ على التنوع البيولوجي اللي عندنا إن شاء الله.